هل تعرف من تكون أم سيتاما؟ هل تعرف من يكون أب سيتاما؟ هل تعرف من يكون سيتاما؟ هل تعرف من أكون أنا؟ هل تعرف من تكون أنت؟ عمرك حسيت بالاكتئاب؟ عمرك فكرت بالانتحار؟ يا ولع. السلام عليكم في قناة أوتاكو كيلوا. اليوم فكرت ليش ما اتحدث عن سيتاما، وكيف شفتوا في العنوان اليوم راح نتحدث عن 8 حقائق عن سيتاما. الزبدة لا نكتف في كلام ويلا نبدأ. الحقيقة الأولى معانا هي إنه عمر سيتاما يصل إلى 25 عام رغم كل قوة يلي عنده، يلي بتتطلب 100 عام من التدريب، قوة خارقة قد اكتسبها من ولادته ويلا عنده 25 عام. واو. الحقيقة الثانية معانا هي إنه سيتاما ملقب عند الكثير من الناس بالرأس أصلا، لأنه سبحان الله عند الكثير من الشعب. الحقيقة الثالثة معانا تصنيف سيتاما من قبل جمعية الأبطال هو نوع القدرة جسدي، اللياقة البدنية 10، الذكاء 1، العدالة 1، هو التحمل 10، السرعة 10، الشعبية 1، فعالية 3. الحقيقة الرابعة معانا، هل كنت تعرف انه سيتاما هو المسؤول الغير مباشر عن تكوين جمعية الابطال، لانه هو من قام بانقاذ طفل مليونير تشينر، وبالتالي قام هذا المليونير بإنشاء هذه الجمعية، وكل هذا بسبب سيتاما ولا أحد يعرف حتى هو. الحقيقة الخامسة معانا، هل كنت تعرف إنه في منطقة أو مدينة باليابان اسمها سيتاما، وهي قريبة من مدينة طوكيو، واللي حاب يتأكد يمشي لجوجل وراح يعرف بأني مو بخارج. الحقيقة السادسة، هل تعرف إنه مين ابتكر فكرة وان بانش مان هو شخص اسمه وان، والمشكلة إنه بيعيش في مدينة سيتاما، يعني جاب اسم البطل والأنمي من حياته هو بنفسه. واو، شيء غريب. الحقيقة السابعة معانا، انت بتعرف انه وان بانش مان من اعمال استوديو ماد هاوس، يلي قام باعمال وانميات اسطورية مثل هانتر اكس هانتر وديت نوت، واصلا كيف بنشوف انه لكمة جون مطابقة للكمة سيتاما في العديد من الزوايا. الحقيقة الثامنة معانا، سيتاما هو اكثر شخصية شعبية في العالم. والآن بنتطرق للحقيقة التاسعة. أوف، ما لقيت حقيقة تاسعة لأنه عقلي بيدوب هون بشدة الحرارة. الزبدة، بتمنى فيديو اليوم يعجبكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وتقولوا لي إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات حتى أدير حسابي منه. الزبدة، قولكم باي لأني بدوب هون ولازم امشي اخذ دوش. باي.